السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم جبت لكم وصفة لعلاج الإمساك الحاد والقبض المزمن. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة عنا في بلاداتنا العربية. نشوفوا مع بعض مكونات الوصفة. المكون الرئيسي متاعها هي العوينة. احنا نقولوا في تونس العوينة، هذه كعبة العوينة مجفة. شوفوا معي، عوينة تبدأ حمراء غامقة كي تبدأ مشي مجفة، وكي جفوها تولي كيف هك. وفي بلاد المغرب يقولونها البرقوق، برقوق مجفف. بالنسبة للي يسكنوا في الخارج يتحصلوا عليها في المحلات العربية، ينجموا يشروها من المحلات العربية. وبالنسبة للدول العربية يتحصلوا عليها عند العطار ولا العشاب. تأخذوا قيمة 100 جرام منها ناحية القلب متاع العوين، وغسلتها مليح ونظفتها، نتعدوا تو مرحلة التحضير. نجيبوا كسرونة ونحطوا فيها 1 لتر من الماء، ماء عادي ماء بارد. مئة جرام برقوق مجفف ولا عوينة مجفف، غسلتها ونحيت لها القلب وتبدأ نظيفة. نحطوها في الإطرة متاع الماء في كسرونة. بدت في مرحلة الغليان، نعدوا 7 دقائق ونطفى عليها النار، خاطر وصفة الدواء يلزمنا نتبعوها بالضبط باش ننجحوا فيها. العوينة المجففة ولا البرقوق المجفف ليه 7 دقائق بالضبط. تو نطفي عليه النار، نخليه يبرد على الاقل 10 دقائق، وبعد تو نشوف المرحله الاخرى كيفاش باش نرحوه ونصفوه. العوينه المجففه اللي غليناها 7 دقائق في الماء بردت شوي، مازالت دافيه، راه مازالت كي نلمسوها نلقوها دافيه. نجيب تو الخلاط ونحط فيه المكون كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحيه مليح لين نتاكد اني كل كعبه نتاع عوينه ولا برقوق مجفف ترحت، يعني باش نتحصلوا على الخلاصه نتاعها. بسم الله، رحيت المكونات مليح. تو بقالي كان صفيه. الوصفه حضرت معانا تو هاكم تشوفوا فيها، هذايا لونها كيفاش يجي. وجبت القيمه نتاع الكاس باش نوريهولكم. اختاروا اكبر كاس خاطر ما يضرش، راهي نافعه بحول الله ومجربه، ما تخافوش منها. طريقه الاستعمال، ناخذوه 3 مرات في النهار، كاس كبير كيف هكا نشربوه على الاخوة ويبدا دافي، ومره في نصف النهار قبل الغداء ويبدا دافي، ومره قبل العشاء ويبدا دافي، 3 مرات في النهار. من المعروف ان الامساك يخلف تشنجات ورفع الضغط، فان هذه الثمره العوينه او البرقوق المجفف لاحتوائها على الياف ملينه ومنظفه للامعاء والقولون، يعمل على التحكم في عدم ارتفاع الضغط ويعدله. بعد شرب هذا الدواء لليوم الأول 3 مرات ستحسون ببعض الأوجاع وتكون الغازات، هذا طبيعي لأن هذه الوصفة نتيجتها تظهر من اليوم الأول. ستخلصكم من جميع الفضلات اللاصقة في الأمعاء والقولون، وستحتاجون إلى دخول الحمام أكثر من مرة. شوفوها ما نزيدوها لا عسل لا سكر، راهي حلوة بحدها. هذه القوام نتاعها هكما تشوفوا، ان شاء الله تجربوها وتقولوا واش رايكم فيها. انا عرفتها نافعه بحولها خاطر مجربه ومضمونه وضمن رب العالمين. واكتشفت مؤخرا انهم الدول الغربيه يداووا بها ويعطوا فيها للناس المرضى بالحق بالقولون وبالامساك المزمن. الناس يرقدوا في السبيطارات يعطوهم انواع من انواع العصائر هذه اللي هي مركزه ومحضره يعني من البرقوق المجفف ولا من العوينه باش تسهل لهم البطن نتاعهم. وان شاء الله كل واحد يسمع فيا ولا شاف الحاجه ذي يزيد ياكدها خاطر انا متاكده منها. ان شاء الله تعم الفائده، وما تنسوش باش تبارطاجوا الفيديو، وما تنسوش باش تشجعوني تشتركوا في القناه وتكبروها خاطر القناه مازالت ضعيفه. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.